قصد الرياضة لاعبين وبينهم كرة تراض بلعبها الأجسام يتراكضون وراءها في ساحة للسوق معترك بها وصدام ركلا بأرجلهم تساق وضربها بالكف عند اللاعبين حرام ولقد تحلق في الهواء وإن هوت شرع الرؤوس فناطحتها الهام راضوا بها الأجسام بعد طلابهم علما تراض بدرسه الأفهام فإذا شغلت العقل فله سويعة فله من تعب العقول جمام إن الجسوم إذا تكون نشيطة تقوى بفضل نشاطها الأحلام تقوى بفضل نشاطها الأحلام قصد الرياضة لاعبين وبينهم كرة تراض بلعبها الأجسام يتراكضون وراءها في ساحة للسوق معترك بها وصدام ركلا بأرجلهم تساق وضربها بالكف عند اللاعبين حرام ولقد تحلق في الهواء وإن هوت شرع الرؤوس فناطحتها الهام راضوا بها الأجسام بعد طلابهم علما تراض بدرسه الأفهام فإذا شغلت العقل فله سويعة فله من تعب العقول جمام إن الجسوم إذا تكون نشيطة تقوى بفضل نشاطها الأحلام تقوى بفضل نشاطها الأحلام قصد الرياضة لاعبين وبينهم كرة تراض بلعبها الأجسام يتراكضون وراءها في ساحة للسوق معترك بها وصدام ركلا بأرجلهم تساق وضربها بالكف عند اللاعبين حرام ولقد تحلق في الهواء وإن هوت شرع الرؤوس فناطحتها الهام راضوا بها الأجسام بعد طلابهم علما تراض بدرسه الأفهام فإذا شغلت العقل فله سويعة فله من تعب العقول جمام إن الجسوم إذا تكون نشيطة تقوى بفضل نشاطها الأحلام تقوى بفضل نشاطها الأحلام قصد الرياضة لاعبين وبينهم كرة تراض بلعبها الأجسام يتراكضون وراءها في ساحة للسوق معترك بها وصدام ركلا بأرجلهم تساق وضربها بالكف عند اللاعبين حرام ولقد تحلق في الهواء وإن هوت شرع الرؤوس فناطحتها الهام راضوا بها الأجسام بعد طلابهم علما تراض بدرسه الأفهام فإذا شغلت العقل فله سويعة فله من تعب العقول جمام إن الجسوم إذا تكون نشيطة تقوى بفضل نشاطها الأحلام تقوى بفضل نشاطها الأحلام.